لقائنا كان اليوم للتعزية بالشهداء اللي سقطوا بالعمل الإرهابي اللي كلنا رافضينه، لأنه نحن بنعتبر إنه إيران بالتوجه الجديد اللي عم تعمله اليوم بالانفتاح لعملية تسوية المشاكل بالمنطقة خطوة إيجابية يلي حتساعد كثير بعملية تخفيف الأجواء الاحتقان الموجود إلنا مدي فيه، خاصة فيما يتعلق بالاختلاف السياسي اللي ترجم بلبنان على مشاكل سنية شيعية. طبعا هل الهجوم يلي صار على السفارة بعتقد كان أهدافه أكبر بكثير ما شفناه، والحمد لله انتهت بهالشكل هذا. ونحن بنعتبر أن الخطوة اللي عم تاخذها دولة إيران بالنسبة لعملية تفاوض بالنسبة للسلاح النووي خطوة كثير إيجابية، واللي هي بالأساس تتمشى مع مواقف المرشد لما قال إنه إيران بديننا الإسلامي لا يمكن أن نحن نحصل على سلاح نووي لأنه هذا ضد الإسلام. هالخطوة الإيجابية أنا بعتقد هي بدنا تمنن عليها، لسوء الحظ في بعض لاعبين يلي رافضين هالنوع من التسوية وحاولوا كتير إيقافها، وبعتقد إن شاء الله تكون هذه نهاية يلي شفناها ما يكون بداية، لأنه لبنان لسوء الحظ كلها بنعرف إنه هي ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، بس إن شاء الله بالوعي يلي موجود إنه نوصل لمرحلة إنه نحمي لبنان بهالمرحلة الصعبة، لأنه ما هو قادم عنا مرحلة صعبة، وبهمنا إنه اليوم كلنا نتفق مع بعضنا نوحد الصف الإسلامي، لأنه تبرهن إنه الاختلافات اللي كانت تحديد اليوم عم تستعمل بين المسلمين ما وصلت لمحل وصلتنا للدمار.